وصلاة التراويح أيضا، وهي 20 ركعة بعشر تسليمات. هذا 20 ركعة يعني لغير أهل المدينة عندنا، يعني معاشر الشافعية، لا 20 ركعة يعني اتفاق إجماع، 20 ركعة صلاة التراويح 20 ركعة وهو إجماع. وهناك خلاف بين الأئمة، يعني هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح أو لم يصلي؟ بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح أصلا، وبعضهم قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح، وهذه هي الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في 3 ليال من رمضان، يعني في 21 ليلة 21 صلى النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى به بعض الصحابة، ثم بعد ذلك في 23، وهكذا يعني 22 و23 هكذا في يعني الليالي العشر الأواخر من رمضان صلى 3 ليال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الليلة الرابعة لم يخرج إليهم خوفا من أن تفرض هذه الصلاة على الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة هي التراويح، هكذا قال البعض، وقال بعض هذه ليست تراويحا بل كانت صلاة أخرى، لذلك أصل التراويح بدعة حسنة في الدين أبدعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هكذا قال. ثم إن قضى عليه الإجماع على تشريع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن قضى إجماع صاحبته، هذا يكفي دليلا. وقال بعض قال يعني هذا الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى جماعة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة يعني اقتدى به بعض الصحابة، كذلك حينما لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لصلاة التراويح كان بعض الصحابة يصلون مقتديا ببعض آخر، هكذا كان. إذن اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرة في الليل أزال ستار بابه حجرته ثم نظر إلى المسجد فإذا وجد هناك بعض الناس يصلون جماعة، سأله ماذا تصلون ماذا تفعلون، فإذا أجابوا هذا صلاة رمضان، إذن هذا المقتدي لا يحفظ القرآن والإمام يحفظ القرآن، فإذا هذا مقتدي الموموم يتم برجل حافظ، هكذا. فإذا هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وأقر على جماعة كل هذا، ثم ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ جعله جماعة سادسة مشروعة في المساجد بصورة عامة، هذا فقط، يعني ما كان قبله هذه جماعة سادسة في المسجد مشروعة كما تصلى المكتوبات، لكن من ذلك الوقت صارت جماعة التراويح مثل صلاة يعني جماعة المكتوبات، وهذا فقط، وهكذا اختلف. على كل حال لم يختلف هؤلاء الصحابة ومن بعدهم هل هذه الصلاة التراويح 20 ركعة أو لم يكن، هذا 20 ركعة. ثم كما قلت بينت في مسألة صلاة الوتر، يتمسك بعض مبتدئة العصر على دواهم الفاسد أن صلاة التراويح 8 ركعات بقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد على في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. إذن هذا قول عائشة رضي الله عنها دليل على أن قولها ليس في صلاة التراويح، لماذا؟ هي قالت في رمضان ولا في غيره. من يستدل بهذا الحديث ينبغي أن يصلون التراويح في غير رمضان أيضا، ينبغي أن يصلون في غير رمضان أيضا، وهذا مفهوم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة في رمضان في غير رمضان، ما كان يزيد على 11 في رمضان ولا في غيره، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11، فإذا يجب عليهم أن يصلوا. نعم.
وهذا كما ورد يعني كما ثبت في صحيح مسلم. هذا سؤال كان عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينت في درس من الدرس الماضية. هذا سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه كيف كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أرسله إلى عائشة. لماذا؟ هي التي تعلم أكثر بالنسبة إلى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتها وكذلك في بيوت أزواجها أزواجه صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنسبة هذا سؤال كان عن الوتر ليس عن صلاة أخرى، وإلا كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التهجد أيضا فوق الوتر، فهذا ينفي الحديث ينفي التهجد لا ينفي التهجد، قيام الليل لا ينفي قيام الليل. نعم، لذلك هذه استدلالات فاسدة. نعم. ثم 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان لخبر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويجب التسليم من كل ركعتين، فلو صلى أربعا منا بتسليمة لم تصح بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر. سبق أن بينا في الرواتب ظهر عصر كذلك في صلاة الضحى في صلاة الوتر يجوز الوصل أيضا، لكن في التراويح لا يجوز الوصل، نعم، بل يجب الفصل. وينوي بها التراويح أو قيام رمضان، قيام رمضان ليس قيام الليل، قيام الليل آخر وهو تهجد أو عام منه، أما قيام رمضان هو مرادف للتراويح. وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه، يعني أثناء الليل أثناء الوقت بعد النوم، خلافا لمن وهمه الحليمي. عند الإمام الحليمي هكذا هو قال الأفضل أن يصلي التراويح أثناء الوقت بعد النوم، ليس هذا أفضل. وسميت تراويح لماذا؟ لأنهم كانوا يستريحون لطول قيامهم بعد كل تسليمتين، هكذا كان يعني هذا أهل المدينة هكذا كانوا يصلون ركعتين بين كل تسليمتين يستريحون، بين كل يعني بين بعد أربع ركعات يستريحون، ثم بعد أربع ركعات أيضا يستريحون قليلا، فإذا هذا صار صلاة التراويح. أو ببدله كان أهل مكة يطوفون، وهذا كيف يقضون الاستراحة؟ يعني هم يصلون فرادى ركعتين، فإذا في الجماعة يكون استراحة، وفي وقت الاستراحة الصحابة وبعض منهم يصلي ركعتين فردا منفردا. أما أهل مكة كيف يقضون هذا وقت الاستراحة؟ بعد أربع ركعات هم يطوفون بالبيت مرة ثم يصلون أربعا ثم يطوفون بالبيت مرة، هكذا كانوا كان أهل مكة. نعم. على كل حال كان هناك استراحة بين أربع تسليمات، وبين كل ترويحة أربع ركعات أو تسليمتين مجموع، هذا يقال له ترويحة. نعم. ما هو سر العشرين؟ وسر العشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر، فإذا فضوعفت في غير رمضان عشر، فضوعفت يعني عشرة صارت مضاعفة، صارت ضعفا صارت عشرين فيه يعني في رمضان. لماذا؟ هذا رمضان يعني وقت زيادة العبادة، وقت طلعي في العبادة، لأجل ذلك ضعفت، لأنه وقت جد وتشمير. نعم. وتكرير قل هو الله أحد ثلاثا في الركعات الأخيرة من ركعاتها بدعة غير حسنة، لأن فيه إخلالا بالسنة كما أفتى به شيخنا. نعم. وأنا أيضا قال يعني كما أفتى به شيخنا، وهذا الفتوى في الأجوبة، يعني هذا علماء العرب لا يعلمون، لا يعلم أكثرهم. فتوى ابن حجر رحمه الله في كتابه الأجوبة العجيبة، أما الذي عرف عندهم من الفتاوى الفتاوى الكبرى والفتاوى الحديثية عنده كتاب آخر، هذا كتاب آخر يعني الأجوبة العجيبة ليس
فتوى ابن حجر رحمه الله خاصة، بل هذا مصنف فتح المعين زين الدين المخدوم رحمه الله تلميذ ابن حجر هو استفتى في بعض المسائل لمشايخه العشرة أو التسعة، عشرة تقريبا، ثم جمع هذه الفتاوى، وهذا موجود في تلك الفتوى. نعم.